وفي فقرتنا الأخيرة لهذه الليلة والمتعلقة بالطب، فالطب قائم على التطور، إنه واقع المهنة. كلما زادت معرفتنا بالجسد والعقل البشري استطاع الطب تحسين العناية بالإنسان. إنه عالم تتغير فيه المفاهيم والاكتشافات باستمرار. اليوم مثلا يستعين الطب بالواقع الافتراضي، حضوره يبدأ من جامعات الطب إلى غرف العمليات. التقنية هذه أعطت الأطباء قدرة لتشخيص المرضى ومعالجتهم بدقة أكثر من قبل، والواقع الافتراضي في طريقه ليصبح جزءا لا يتجزأ من الطب. لم تهمل شركات التقنية الواقع الافتراضي، بل انقضت عليه وطبقته في أكبر عدد من الوسائل لا سيما الترفيهية. لكن قليلا ما يذكر دور الواقع الافتراضي أو Virtual Reality في الرعاية الصحية، من تعزيز قدرة العلاج إلى تجهيز الجيل المقبل من الأطباء. عادة في التعليم الطبي يدرس التشريح عبر الصور والفيديو والنماذج. الواقع الافتراضي قرب الطلاب إلى الواقع واضعا جسدا أمامهم بكل تفاصيله. الواقع الافتراضي هو الوسيلة الأفضل للتدريب والتخطيط لسيناريوهات جراحية معقدة. فص التوائم المتلاصقة مثلا عملية بتحديات فريدة لا يمكن مواجهتها إلا بالتخطيط الدقيق. الواقع الافتراضي يعطي الأطباء تدريبا على سيناريوهات محتملة، مقللا حدوث الأخطاء. تطبيق الواقع الافتراضي يمتد إلى الصحة العقلية أيضا، تتزايد استخداماته في معالجة من يعانون الفوبيا ليواجهوا مخاوفهم في بيئة آمنة، وللمعرضين لنوبات قلق يأخذهم جهاز الفي آر إلى عالم سلمي حيث ينصب تركيزهم على الراحة. العلم والتقنية في تطور مستمر ولا حدود لما يمكن تحقيقه. مثلا جامعة كامبريدج البريطانية تطور وسيلة تصور الأورام بتقنية ثلاثية الأبعاد، تظهر طبقات الورم، ما يعطي تشخيصات وعلاجات أكثر دقة. أرفد الجنابي، العربية. ومعنا هنا في الاستوديو الدكتورة سناء فريد، اختصاصية الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي. أهلا بك معنا دكتورة سناء. وتقنية الفي آر في الطب، كيف ممكن أن نفهمها يعني؟ اوكي، التقرير كان جدا شامل، يشرح لنا عن اكثر من طريقه اللي احنا ممكن نستفيد منها. الفي ار هو تكنولوجيا حديثه جدا، باختصار اذا ممكن نشرحها بجمله واحده، هي تاخذ المستخدم الى بيئه ثانيه. البيئه هذه ممكن نستخدمها في التعليم والتدريب، البيئه ممكن ناخذها بيئه زياره الى موقع ثاني، زياره الى معلم ثاني او الى بلده ثانيه. إذا بنتكلم عن استخدامها في المجال الطبي، احنا عندنا ممكن نلخصهم في ثلاثة من أهم المحاور اللي تقنية الفي آر تحدث تغييرا جذريا. أولها هي التدريب والتعليم، بحيث أن البيئة الافتراضية أو التريننج عن طريق الواقع الافتراضي يوفر لنا طريقة اللي ما كانت موجودة في السابق. عندنا احنا عدد كبير من الممرضين، من الأطباء، من الكادر الطبي اللي في كل مستوى من دراستهم يخضعون إلى تريننج. حاليا يكون هذا التريننج عن طريق استخدام المانيكن أو الأجسام الصناعية اللي هي ما تكون متجاوبة. عن طريق الفي ار احنا شنو ممكن نسوي؟ انه ممكن نسوي بيئه متجاوبه، بحيث ممكن يكون الاختبار او التدريب على حاله طارئه، حاله طبيه او حادث جدا حرج صعب على سبيل المثال، بحيث ان المتدرب لما بيكون يتدرب يكون يتدرب على شيء جدا مماثل للحقيقه. بالتالي هنا يعني قد يشبه هذا، سامحيني، المحاكاه في الطيران. يعني هناك التدريب للطيارين بغرف هي على الارض ولا يعني وليست في الجو، وهي محاكاه لعمليه الطيران. بيضطر الطيار انه يلجا لها في عدد من الساعات عندما يكون طالب مبتدئ، ثم يتحول ليطير على ارض الواقع. هل يشبه هذا الموضوع؟ مثال من احسن الامثله يشبهها 100%. الطيار يخضع لممارسه السيميليشن او المحاكاه حتى قبل لا انه هو يطير الطياره. نفس الشيء في الحقيقه، احنا قبل لا نلامس المريض الاصلي والحاله الصحيه الحرجه جدا،
فما بالك لو كان المتدرب متدرب أكثر من مرة، يمكن يكون متدرب أكثر من 10 مرات أو 20 مرة، بحيث اليد تدربت، المخ تعود على السيناريو اللي موجود، وإحنا كمختبر أو كأستاذ أو كبروفيسور ممكن نعطي الطالب أكثر من سيناريو، ممكن يكون حادث، ممكن يكون شيء بسيط، وممكن يكون شيء معقد جداً. هذا الاستخدام الفي ار مفهوم انه ممكن يكون مفيد بالتدريب وبالتعليم وبكليات الطب، يعني حتى بالتواصل ما بين كليات الطب المختلفه في العالم، يعني ناس بالامارات بتتحدث مع ناس في 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 الولايات المتحده الامريكيه، لكن ماذا عن الروبوتس واستخدامها في المجال الطبي؟ هي تاتي تحت التصنيف يعني نفس فكره الواقع الافتراضي ام انها شيء مختلف؟ بصورة شاملة أنا ممكن أحكي عن هذه التكنولوجيا الحديثة، هي التكنولوجيا الغامرة اللي هي تعطينا تفاعل أكثر. الروبوتات للإجابة على السؤال يساعدنا في أشياء كثيرة اللي حاليا ممكن تكون صعبة بالنسبة للإنسان. على سبيل المثال، في كثير من الحركات، حركة المريض على السرير خصوصا لكبار السن، نقل المريض من جهة إلى أخرى، كل هذه الحركات معظم المستشفيات يعملونها الممرضات. الممرضة أكثر من هذا الشغل عندها دور إنساني جدا مهم. لما احنا بنتطور أكثر في الروبوتات وفي تقنية الذكاء الاصطناعي، راح يساعدنا على تلبية جميع هذه الأشياء اللي حاليا احنا صعب جدا ان احنا نلبيها، اللي قاعد تاخذ من وقتنا مع وقت المريض. بالتالي لما يصير الروبوت أو الذكاء الاصطناعي يعمل لنا الأشياء اللي العملية، الكتابة السهلة الحركية، هني يكون الطبيب أو الممرض يكون عنده وقت أكثر مع المريض، تفرغ أكثر. يعني تمام زي أي شيء صار في حياتنا دكتورة، اللي هو مثلا لما أجل الكمبيوتر سهل علينا قصة الطباعة على الآلة الطابعة، وإنك تروح لمطابع تطبع الأشياء أمامك الطابعة والكمبيوتر، والآن عن طريق الموبايل. لنتعرف وإياك ببعض المعلومات والأرقام عن الواقع الافتراضي الطبي ثم نعود. يعني ما استعرضناه مهم جدا جدا على الصعيد الطبي، بالذات فيما يتعلق بالتدريب الاجتماعي لذوي التوحد او اعاده تاهيل ذوي الاعاقات الحركيه. لكن دائما ما يطرح هذا السؤال مع كل التطور التكنولوجي والعلمي اللي عم بصير في 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 العالم، اي نوع من الوظائف يمكن ان تتاثر؟ هل يمكن للروبوت ان يحل فعلا محل طبيب في يوم من الايام؟ صحيح انا بعرف انه احنا بنحكي عن اشياء لسه مستقبليه بشكل كبير بعيد ربما كثيرا، ولكن الفكره نفسها، يعني هل هناك وظائف في المجال الطبي مهدده اذا ما تطور الروبوت او العالم الافتراضي بشكل اكبر؟ لحسن الحظ احنا في منطقتنا في كثير تطور من ناحيه الطب، من ناحيه التعليم، فحاليا باتت دول خصوصا دول الخليج العربي ودوله الامارات بالتحديد من اقدم الدول في العالم، وعندنا امثله واقعيه لاستخدام الواقع الافتراضي، لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي. بالنسبه لي كثير في مخاوف ان هل هذه التكنولوجيا راح تحل او تهدد بعض الوظائف. أنا ما أؤيد هذه الفكرة. التكنولوجيا بأنواعها المختلفة راح تساعد وراح تزيد من كفاءة الطبيب أو الممرض، راح تساعد الطبيب، يعني راح تسهل له عمله بس ما راح تحل مكانه. ما راح تحل مكانه، بالعكس، لما احنا عندنا التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي راح تخلق وظائف أكثر من اللي حاليا موجودة، من ناحية البرمجة، من ناحية تخليق البرامج اللي هي مناسبة مع هذه التكنولوجيا، فإحنا بالعكس راح نحتاج إلى وظائف أكثر، وراح كل هذه التكنولوجيا تساعد في تسهيل عملية الطبيب أو الممرض. يعني هناك في الأشياء اللي استعرضناها أو من الأشياء التي يتم الحديث عنها، أنه يمكن يكون للعمليات الجراحية التي يقوم بها الروبوتس أن يكون مستوى الدقة أعلى من العمليات الجراحية التي يقوم بها الطبيب. إلى أي مدى ممكن أن يكون هذا يعني قابل للعقل أن يصدقه؟
أوكي. مثال بسيط إنه هو في بعض جراحة الأعصاب تكون جدا دقيقة، الطبيب خصوصا البنات يكون لهم جراحة الأعصاب تكون بالعكس تكون مثالية أكثر لأن أياديهم تكون شوية أصغر من الرجال، بس الرجفة وهي كل الأشياء طبعا موجودة. هني الروبوت ممكن يساعدنا في أن إحنا بنصمم روبوت دقيق ممكن يدخل لي عصب معين اللي هو يكون صعب علي أنا أدخله بسبب إيدي الكبيرة مثال، بس خل نفهم طريقة الروبوت. الروبوت ما بيشتغل بمخه، الروبوت يحتاج إلى طبيب حتى إلى كادر المعلومات يرشده مثل ما أنا حاليا أرشد السيارة. دكتورة سناء فريد شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا، وسامحيني على مقاطعتك، انتهى وقت البرنامج. شكرا جزيلا. نهاية بانوراما، إلى اللقاء.